إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن هو كلام الله، فيه هدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوا ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرعه.